قالوا كثر كنشوف الناس قداش معناتها تخدم مع ربي. والبارح قلت لكم الرجال الاعمال والله سيب الخدمه نتاعو وشركاته وقاعد ما سيبناش كملنا الاختبار. نشتغل كثير ولكن زاد حازا على حويجه انه ما لقاش الوقت باش يحفظ كلام ربي. الله غالب متعب لكن ان شاء الله يكون منهم ناس والله مسخر اوقاتها ومالها على نشر القرآن الكريم. فهنيئا له ولمن سار على نهجه. الخير مازال موجود في بلاصه تعرفوا الساحل وكل، لكن مازال الخير موجود. همه الوحيد هو انه تتغير احوال البلاد والناس كل تساهم في نشر القرآن والخير وكذا. هو مسخر كل شيء ما يدفع حتى طالب، الناس كل مجانا هو كل يكفل كل شيء، يعني إخلاص المشايخ وإلا أي شيء هو يتكفل به، ما يدفع حتى طالب. فهنيئا له. يلا سيدي ننتقل إلى التكرار. مرحبا. أي كل واحد من مكانه. هذاك اللي حابين نوصلوه انه لازم الناس الكل تساهم، خاطر تو نحن كان مش كرمنا ربي بالمسجد وبالقاعات بالرغم من المستوى اللي موجود هنا مش نشكروا فيه. والاشعاع نتاع الجمعيه نتاعنا انه البارح يقترح علي يقول لي تجي هنا انا نوفر لك كل شيء. قلت له لا صدقوني، هو شادد، هو كل مرة يمشي ويجي، حتى في مسابقة المولد يمشي ويجي. قلت له لا، للبارح قريب 8 متاع الليل وإحنا بحذاه. قلت له ربي يعاونك، إحنا نعينوك بالأفكار ونعاونوك بالأفكار وبالدورات العلمية وبالمشايخ. لا متعرف الناس ما تحبش، تو هو صرح. أنا قلت لكم المبلغ اللي صارف عليه وأنا أتمنى يمشي، الناس تمشي وتشوف، راه شيء خيالي يعني، بناية ضخمة، شيء لا يوصف. فكل انسان معناتها يحاول انه ربي كرمنا بالمسجد، صحيح كرمنا بعض القاعات قاعدين ننشطوا فيها، لكن ثم ناس والله ديارها مسكره انا مش فيها. يا اخي تاجر مع ربي. انا قلت لكم في حي النصر زاد امراه مش متدينه، جات اعطتهم عندها دار، جات كتبتها الجمعيه مش متدينه مش لابسه، جات قالت لهم انا نحب فهمتني تدين في القلب وان شاء الله ربي هداها، ربي اراد لها الخير. فكل انسان يسعى، لان هذا مستقبل اولادنا. اذا احنا ضعنا شويه مثلا اولادنا ما يلزمهمش يضيعوا. فهمت كيف؟ تو ربي سخر ناس موجود تو الخير هو بيحاول. انا قلت لكم انا فوجئت رجال الاعمال وناس كذا، ولكن قاعد تسعى في الخير. وهو راه هالمال هذا فما ناس تفهم المعنى. شفت المعنى؟ ربي ايش قال في سوره الحديد؟ ما ناخذوش برشا وقت. قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. اذا فالمال ليس مالك، هو مال الله، انت مستخلف فيه. بدليل الآية قالوا أنفقوا مما جعلكم أنتم مستخلفين، فالمال مال الله وأنت مستخلف فيه. بدليل أن الإنسان يرحب يخلي المال إذا كان مالك، ما هوش معاك. إذا مات الإنسان انقطعت كل الأعمال نتاعه، تعرف الصدقة الجارية، راه مش كيف الجمعيات القرآنية، حتى الجمعيات الخيرية، حتى المكاتب اللي عاملة، نحن كل شيء تشوف المنطقة تعبة شوية الكل.
ولكن فيها ناس عندها فلوس يا اخي خليك تتاجر مع ربي. فهمني الشيخ حسن البرغي الله يرحمه كان عنده مدرسه فيها الافارقه اللي يجي من خارج تونس يقراوا القران بالمبيت وفيها توانسه. عاد احيانا يجي واحد باش يعاون المدرسه. الشيخ حسن يحب يبين له اللي هو ماهوش عامل مزيه على الشيخ حسن، هو بالعكس يحب يبين له انه هو كل الشيخ حسن يرحم والديك. علاش؟ على خاطر دليتني الباب خير. وفعلا هذا هو وقت اللي الانسان يتبرع بمال ولا كذا، مش عامل مزيه على فلان، هو يخدم على نفسه هكا باش يلقاه في الخزينه نتاعو يوم القيامه. راه باش تلقاه. راه احنا نحسبه بمعايير دنيا، تريدون عرض الدنيا، بينما ربي قال والله يريد الاخره. ربي مش هذيك، هذه تقال للصحابه مش للنحل. الصحابه اللي كانوا فقراء وحفايا، فقراء، لكن في يوم من الايام في غزوه بدر قلوبهم شات شويه للدنيا، لكن الاغنام وكل الاشياء هذيك ربي قال لهم راهو الهدف، راهو مش هذا الهدف، الهدف راهو الاخره. انتم تريدون هذه الاغنام وهذه الامتعه والله يريد الاخره، مش هكا غايتكم، مش هذاك هدفكم. الانسان بما يجعل لنفسه نصيبا، لانه باش يتوفى غدوه، توفى المولى عز وجل ويلقى هذا العمل. فهمني الناس تخدم، انا قلت لكم 500 شخص صراحة عظيم، جمعيه منا نسميوها دار القران ومعهد مقابلها ما شاء الله. الرجل مش مخلي حتى طالب يدفع حتى شيء، ممنوع، كاتب هكا ممنوع، هو يتكفل بكل شيء. يلا سيدي نمشيو للتكرار. تفضل. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. من الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الحق. تفيض؟ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صحيح. وما لنا ألا نؤمن وما لنا لا نؤمن وما ايش بك تخذ بعض؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآيات الله لا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا من يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا
واتقوا الله إن واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين. مؤمنون. واتقوا الله الذي أعجب. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. يؤاخذكم بما غن. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ذلك كفارة أيمانكم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ما رأيك مرد بالك عاد عندك الاختبار ثبت في من هنا ومن هنا. ما تعرفش من يجيك السؤال. عندك جوج أسئلة نتوما. يلا كونوا حاضرين بإذن الله. أي هو فوق بعض الأخ مسالش سالش. يا مرحبا. يلا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كافي ذكر ربما بارك الله فيك تفضلي بعده. نعم اتقوا الله الذي إليه تحشرون. مرحبا. جاء
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صحيح. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث ولا الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث والله لا. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. صحيح. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. كافي بارك الله فيك أحسن الله إليك. نعم. مرحبا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا إن والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. كافي، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. صلي. أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم قال عيسى بن في الرفع قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بارك الله لك أحسنتي جزاك الله كل خير من أول الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا صحيح وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله كل خير، أحسنتي. نعم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سلام. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا أكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صح. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. نعم. وإن يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز وهو الحكيم الخبير.
قل أي شيء أكبر شهادة؟ أكبر شهادة. قل أي شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ مش أكبر بال، أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر، أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. اخفي عليها، عود هاي. قل أي شيء أكبر شهادة؟ شهادة. قفي. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأمتي. قرآن، قرآن. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. 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 أئنكم لتشهدون أن مع الله، مع الله، مع رقي، مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل لا أشهد، قل لا قلق. أشهد، أشهد، قلق لك الدال. قل لا، قل لا أشهد، قل إنما هو إله، قل إنما هو إله واحد وإن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أو كذب بآياته أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف يكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بارك الله فيك. لا تو ثلاثة رفعت يديك هي الحقيقة هكا رفعت يديها قبل. اوكي كمروا المواضع الحافظين يرفعوا يديها مش محفوظين انتوا عاملين هكا يلا بركة امشي امشي. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا صحيح وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين صحيح. وهم ينهون عنه وينأون عنه لا وينأون عنه وينهون عنه وينأون عنه وينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صحيح ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لأعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
ولو ترى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وصف. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الله يجيرنا ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون واصف. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بارك الله فيك يعطيك الصحة يعطيكم الصحة الكل بارك الله لكم وجزاكم الله كل خير أحسنتم الاختبار أصحاب الاختبار أين هم أو أين هن اثنين وين الثالث شكون يا خمسين شوفين حضروا معهم ليه الستة القادمة إن شاء الله حضروا ليه خاطر المتسابقين عددهم 120 متسابق مش ننجحوا في كل فرع 10 من الناس فقط معناتها المجموع 40 فقط ولذا عصران تعرف معناتها اللي عصروه لذلك الانسان يراجع مليح ومازال عنده الواحد والغايه منها شنو الغايه باش الانسان يعتكف وتنفس زاد ويعتكف على القران ويراجع مليح هكا الهدف الاولاني والجائزه عند المولى عز وجل اعظم جائزه وقت اللي يقول اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فين المنزلة قديش فيه القرآن من آية على حسب العدد خلاف بين العدد 6200 36 6200 66 على حسب العدد شو قديش من آية كل ما تقرأ آية يرفعك بها المولى عز وجل درجة في الجنة تقول السيدة عائشة حتى يكون الإنسان بجوار الحبيب آخر درجة في الجنة فين؟ فردوس الأعلى اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية فقرأها كل ما يقرأ يرفع ربي به ربي يرفعنا جميعا بالقرآن الكريم ثاني حاول كيفاش يسعى سواء في تحفيظ للقرآن أو في تحفيظ أبنائه لهذا الخير العظيم قال لنا ربي قال فلولا فضل الله عليكم جميع المفسرين باستثناء القليل منهم قالوا الفضل هنا هو القرآن فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين لذلك الإنسان ماذا يقول في دعائه
يقول اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا، كان يعاملنا بالعدل ما يدخل حد الجنة، من نوقش الحساب عذب، كان يوقفه فقط ويسأله شبيك عملت يوم كذا كذا وكذا، هذا هذا عقاب. شكون المولى عز وجل يقول يا عبدي لماذا فعلت يوم كذا وكذا، من نوقش الحساب. لذلك القرآن هذا أعظم شيء، أعظم شيء أنه وشوف والله أنا ما نعرفش إنسان صاحب القرآن إلا والمولى عز وجل خيبه، بالعكس يعطيه في الدنيا وفي القبر وفي الجنة بإذن الله. يقال لصاحب، خلي يكون القرآن هو الصاحب نتاعك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، الصحبة الطيبة هي أن تكون مع القرآن، يناشد في إرضائه لحبيبه، قال الشاطبي يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، شوف فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، كل حاجة مبجلش على كلام ربي، حتى عنده موعد ما فيش مواعيد أمام حصة تعليم القرآن الكريم، سواء بش يعلم وإلا بش يتعلم، يقول له هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. هذا الوالدين يقول الشاطبي حتى يقول فما ظنكم بالنجل، يعني صاحب القرآن بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. وبعد يعطيهم صفات، يقول أولو البر أن يكون بارا بوالديه، أولو البر والإحسان، وقولوا للناس وإحسانا، قرأت حسنا وإحسانا في قراءة أخرى، وقولوا للناس حسنا أيضا، أولو البر والإحسان زيد، قال والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. شوف الصفات اللي بينها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، فهنيئا لمن كان القرآن له صاحبا. رب ينفع بكم ويحفظكم في الدارين، واظبوا على هالحصة ذي، وما عادش تتخبوا في بيت النساء، حتى اللي مش حافظ يجي يجلس فقط، متفاهمين؟ الله يبارك لكم إن شاء الله. يلا.